بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تلاميذ السنة أولى متوسط مقبلين على اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة الإنجليزية، واللي راهم في الوحدة تامي أند ماي سكول. جبت لكم نموذج تاع اختبار، جبدوا ورقة وستيلو، ريحوا معايا حتى يكمل الفيديو، نفهمكم، نعطيكم مصطلحات، اكتبوا ديروا معلومات في لسانكم. ودايما تلميذ نقولكم سر النجاح في اللغة الإنجليزية هو المصطلحات، تعرف مصطلحات وتعرف الشرح تاعها تنجح، ما تعرفش تبقى غير تشوف. هذا ما كان خلاص. نبدأ على بركة الله في النص. هاي ماي نيم از بيتر، يقول بلي انا اسمي بيتر. اي ام 12 years old، في عمري 12 سنة. and I study at Shakespeare school، يقرأ في المدرسة تاع شكسبير. I don't wear a uniform only when I have a physical education، ما يلبسش كيما نقولوا حنا المئزر الا اذا كان عنده مادة تاع فيزياء. I study English subjects، المواضيع، المواد اللي يقراها، مش هما يقرا English Spanish and German، يقرا الانجليزية والاسبانية والالمانية. My favorite subject is English، المادة تاع المفضلة هي English. I don't like math، ما يبغيش الرياضيات، وكون عارفوا علاه، because it is very difficult. difficult هو الشرح تاع hard، معناتها صعيب ولا صعب. We play football in the yard، yard هي الساحة. نروحوا الفقرة الزوجة، paragraph number 2. My school is nice and big، المدرسة تاعو جميلة وكبيرة. في ذي الحالة nice هي beautiful، الشرح تاع beautiful اكتبوها. و big هي الشرح تاع large كما نقول هنايا، حاجة كبيرة ولا واسعة. there is a lab كما نقول هنايا، كاين lab مختبر. a library مكتبة. and a musical room غرفة تاع موسيقى ولا قاعة الموسيقى. where we play instruments هنايا شو واش يديروا في ذي غرفة الموسيقى. play instruments يديروا معازف موسيقية. We have also a canteen. The principal's office is not far from the secretary's room. المكتب تاع المدير مش بعيد على الإدارة. Task 1، التمرين الأول يعطوكم صورة كيما هنايا تاع مكتبة، هنايا music room غرفة تاع موسيقى، هنايا المكتبة. يقول لكم انتوما شي، يقول لكم سموا لي هذو الصور، انتوما تشوفوا وتسموا. كيما هنايا راكم تشوفوها مرافدين لي بلاطا اللي ياكلوا فيهم. في ذي الحاله باين نكتب كانتين. هنايا راهم دايرين واحد النظارات يشوفوا بهم في المخبر، راهم في اللاب. هنايا راهم حاكمين الالات الموسيقيه، نقولوا شنقول ميوزيك روم. تاسك 2، ريد ذا تكست اند رايت ترو اور فولس، نقراو النص ونجاوبوا بصح ولا خطا. بيتر ستاديز هيستوري، شوفوا جماعه في تصح وخطا، اللي ما يعرفوش ولا ما يعرفش مصطلحات يقرا الجمله مليح ويحوس على كلمه كيما نقولوا حنا المفتاحيه، كيما هنا هيستوري، هنا نحوس عليها كاينه في النص ولا لا. نجي نضرب طلع على النص، نقرا 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 حتى التالي ما نصيبش هذه هيستوري. 2، بيتر دازنت لايك ماث، هذه فات التعليم بلي بيتر ما يبغيش الرياضيات. اي دونت لايك ماث، هذه نقولوا ترو. بيتر بلايز فوتبول ان ذا كلاس روم، هذا بيتر يلعب كره القدم داخل القاعة اللي يقرا فيها، ما كاش منها، ودي جافات علينا. وي بلاي فوتبول ان ذا يارد، يلعب في ساحة المدرسة. I read the text and find the synonyms of the following words، نقرا الكلمات، نقرا النص سوري، ونجبد الكلمات. عندنا المرادفات والأضدادات. sports قرينا وصبنا فوتبول. large قرينا وصبنا big. near العكس تاعها near معناتها قريب، العكس تاعها فار. هذه نبغيكم تكتبوها عندكم. هيت تعرفوا هذا المصطلح فات عليكم، هيت معناتها يكره، العكس تاعها شتي لوف ولا لايك. اكتبوا هذو المصطلحات عندكم. نروحوا لدروك ميستري اوف لانجويج، نروحوا لدروك ميستري اوف لانجويج، نقراو التمرين هذا. انا اي بوت رايت بريبوزيشن، عندنا تو اون و ات فروم. شوفوا اون نديروها دائما للايام، اون وينزداي، اون ثيرزداي، اون فرايداي، و ات دائما نديروها للمهل للوقت. تبقى لنا فروم و تو، شوفوا فروم و تو كي يعطوكم وقت من 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 وقت معين الى وقت اخر. في ذي الحاله فروم دائما تجي الاولى و تو تجي الزوجه، نقولوا من الواحده ونصف الى الثالثه ونصف. فروم هالف باست 1 to half past 3.
والتمرين اللي بعده ساهل ماهل تعرفوا تو بي حافظوا التصريف تاعو، نقولوا هي از ما نقولوش هي ام ولا هي ار، ذاي نقولوا ذاي ار، اي نقولوا اي ام. في الساوند هنا عندنا ن وهنا عندنا يا. نقراو لونغ ن نغ، خلاص لونغ نغ. في ذي الحاله يجي في ن. هنا عندنا يا يس تجي هنا، يير تجي هنا، وكينغ نغ جي هنا. اللي تسيبوا فيها شوفوا بنزيد سهل عليكم، اللي تسيبوا فيها الان ديروها هنا، واللي تسيبوا فيها الواي الايكراك ديروها في هذا الساوند. الفقرة في الاخر وضعية راني دايرها في القناة تاعي هذه، دخلوا فيها حوسوا تلقاو راني شارحها بالتفصيل الممل. وربي يوفقكم، وما تنساوش ادعوا لي معكم دعوة الخير، وهذا ما كان